وصار الناجح والكبير على صعيد هذه المسابقة على اعتبار أن الشباب بالوزداد لم يدخل دوري للسالمي ودراوي والسعيود يرفع كورة ولكن الإفريقية أول مرة في ربع نهائي والإمكانية الأولى لفائدة الشباب والمتابعة من الشريفية في أول اختبار ولا زالت الفرصة ماذا يقتاد الموسم بينما كورة والعرضية إمكانية المتابعة بالراس لاعب الياس الشاتي والعرضية لكن من سلال من حمد الهوني الهوني ولا الحرة مرفوعة الكرة ممكن الراسية المتابعة للحارس ملعوبة لحمدي النكاس مر حمدي مر حمدي مر حمدي مر هي 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 مسابقة الشامبيونز والكونفدرالية بينما الكرة العرضية والراسية على المقاس وبالراسية البينينية لكن شوف هنا اللقطة الأولى وشوف هنا التسديدة الماضية من محمد ممتاز النكاس التحضير كما ينبغي وانطلاقة فيها فرصة وفيها مشروع هدف وفيها ممكن تسديدة والحكم يقول لا خمسة جويليا مشاهدي الكرام بينما هنا كرة وفرصة لكن مرة أخرى العرضية بالخيط في القائمة الثاني لكن نقاس بالراس الشعباني تلعب هذه الضربة الحرة خطيرة قريب من هزم معز بن شريفية هو لك إمكانية وخطورة ومعز يتركها انطلاقة من الجهة اليمنى لفائدة شباب بن وزداد العرضية جول العرضية جول أول لفائدة شباب بن وزداد عن طريق زكريا الدراوي كنت أتكلم عن عراقة الشباب ومجد الشباب وتاريخ الشباب ونجوم الشباب هو بن وزداد يقول لي أنت على حق نحن قادرون على التسجيل المتابعة من زكريا الدراوي تسديدة ولا أحلى في الزاوية البعيدة لمرمى بن شريفية أحلى مرور أحلى انطلاقة أحلى عرضية من حسين السالمي دائما يبقون هادئون يبحثون عن التعديل وفيها ممكن فيها ممكن ولا فعلا لمسنا عند فريق شباب بن وزداد أمام ترجي لم يجد الحلول اليوم بن وزداد تلعب هذه الركنية على القائمة الأول أنيس يرفع كورة وبالراس لازالت خطيرة وتسديدة والثانية ولكن بعيدة ركنية مع بداية الشوط تحمل نسبيا الخطورة هنا لفائدة الترجي العرضية وين المرتضر من جديد وبالخيتر العرضية فريق بريميرو دي غوشتو بينما كورة وفرصة وبن شريفية يخرج مسجل أربعة أهداف نتيجة غريبة نوعا ما بينما كورة مرفوعة لا زالت هنا لتنفيذ هذه الركنية حمدو راسية يجد صعوبات حمدو في المرور هنا الكرة العرضية الهون العرضية ولكن هناك مشعليري يلعب للهوني فرصة هنا فرصة هنا ممكن ودراوي مرة دراوي انسان دراوي ودراوي هدف الثاني محمد الهوني يرفع للكرة حمدو الرأسية بعد ذلك نعم يلحق على الكرة ماذا سيفعل حمدو الهوني هذه فرصة ممكن ممكن سيلان ولكن المتابعة لم تكن جيدة مرة أخرى في أنيس البدري حمدو الهوني يرفع لكن الجرارة تدخل بهذه الكيفية فرصة ممكن فرصة حسن التعامل مع هذه الفرصة شوف العمل لمحمد علي بن رمضان ينفذ الركنية مرفوع الكرة وبرا الرؤوس تنتظر وسطيات كرة عالية ممكن علي يرفع كرة ولا زالت هنا سعيد وحدة سعيد يمشي سعيد هو جول هو جول هو جول الثاني ما أروعك يا سعيد ما هذا الأداء يا سعيد الحضور الجزائري سعيد يمنح الثاني هجمة من أروع ما يكون مدرب وأكيد رغم المدة القصيرة بينما هنا كرة رغم المدة القصيرة سعيد داخل المنطقة هذا الثالث غير معقول أوه.